كبيداتي الفنات الزوينات الغزالات يا اختي شكون بحالكم؟ ملي تنقول انا وليت كنقول لكم كبيداتي كنقول لكم لاحظتوا وليت لصقات فيه الكبيدات كبيدات الفنات المهم كبيدات شوفوا المصطلحات راه كيجيو غير راسهم داكشي كيجي عفوي بلا ما كتبقاي تفكري عليه. دابا انا كنت كنقول لكم البنات شحال هذيك كنت كنقول لكم فتيات ها صافي دابا الكبيدات حسن يلا العيالات كيقولك علاش حنا راه قد مواتك وكتقولي لينا البنات وماكم ماشي بنات اختي كنصغركم شكون بحالكم كندلعكم كلشي زين خايبه بلاش كديري لاباس عليكم كلشي مزيان اذا انا قتلاتني وجهي كنشوفو هنا بشكل وهنا بشكل واش غنديروا البنات هادشي اللي عطى الله. دابا الناس اللي كيبانوا لكم التصوير عندهم واضح اغلبيه كيصوروا باللور ديال الكاميرا انا تنصور بالقدام باش نشوف الفيزاج ديالي حيت تليفوني عامر نقدر نبدا نطرطر في الهضره ونلقى راسي ما تصور ليا والو هي كارثه. المهم كبيدات يلا خرجنا من لاصال دوزنا الحمد لله الرياضه ديالتنا كلشي تمام كلشي على خير. دابا غنمشيو باش نشريو شي حاجه شي حاجه ديال القص باش غنوجدو ان شاء الله في العشيه الاكل وديك الساعه نتوما معايا حبيباتي الله يا الحبيبه. دابا غنمشيو نتقداو يا خطي باش ما يمكنش باختياري يشوف الدلاع وما يقيسوش ما يمكنش هادي راه يمكن هادي كرشك ديال شحال هادي نيشان كرشك بختيار تريسه ديال بختيار انا كنحمق انا على الشامبينيون بلاتي كيسطيني بالاخص ملي تيكون مشحر مع حركة دجاج ولا كيلو ان هاف بليز يجينا عند هنا مول الجزار كنت كنا كنكون خديناه من اللي دلعشي دس من حتى اللي در كان عليا نزل كيكون ارخص وزوين صراحة زوين ديال اللي دل فن يلا عطاني التقدية صافي انا غنمشي دابا سير جيب الدراري سير جيب الدراري نتايا وانا غنمشي نبدا الطياب مع الجوع والدراري تما مسكنا جوج جيعانين باقي ليهم نص ساعة وغيخرجوا هذيك الوقيته انايا غنمشي نمشي نوجد من ناكلو داري البنات هادي والله الا عرفتي شحال مرة كنبغي نركبو كنت راه عندي في الدار راه قلت لكم توصلت بها شريتها اونلاين غير الوقت ما كاينش وصافي والله غير كيطير الوقت يا اختي عرفتوا البنات واحد الهيمري واحد الهيمري يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي مورا لاصال هادي هي حلاوة لاصال بالزوينة ول ما فطرتش الصراحة في الصباح مشيت بلا فطور غير الماء 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 توب والله الا توب تتحسي براسك خفيفة باقي لي غير مشكل واحد في حياتي هو النعاس نعاس البنات شوف نعاس البنات باقي مبغاش يتقاد لي اخص فارين تتنوض بزاف بالليل تتنوض بزاف بالليل تتبقى انا ولا كيتهرسي ماكنتش بحال هكا حتى نعاسي تقيل ولا نعاسي على سبه واحد جوج ثلاثه صافي كنوض كنجري تنقرد بزاف كويدات يلا وصلنا للدار دارك سرعارك كتعجبني كيعجبني هذا المصطلح كيجيني على كانت ايوا الكبيدات صافي هنا جبنا كبيده كبيده يا الحبيبه غسلتها مزيان 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 ولكن غنعاود نغسلها عاوتاني درت واحد الشبيكه في حدا لافابو في لافابو باش نعاود نغسلها راكم عارفين الكبده داك الطريفات اللي تيبقاو ديال المراره وداكشي يلاه خصك تنقيها المهم انا تيعجبني انني نغسلها مزيان نفركها ونعاود نقردها كاين اللي تيشدها كيحطها بحال هكاك شويه قاصحه الصراحه ما تقدريش حيت كيبقى فيها داك الزفره وداكشي عا باش درت عليها الخل والحامض باش يتحيد من هذاك الزفوريه وداكشي ايوا كبيداتي غبرت عليكم اختي كنت شويه مريضه راه الناس ديال الانستغرام المهم دخلوا عندي ها هو الانستغرام ديالي هنا كما كتشوفوا في الجنب مرحبا بكم راه تما بعد مرات تنغبر هنايا تما كنجيوني ساهلين دي ستوري كنلوحو من البنات وهذا مرحبا بكم الكبيدات ايوا كما قلت لكم البنات كنت عيانه شويه عرفتي كرشي كانت قاتلاني بزاف دابا الكيس 100% وتا شي بنات تواصلوا معايا قالوا لي راه نفس الحاله ملي قرب يطيح لهم الكيس ندير زيت الزيتون هو اللي كنطيب به البنات كيخطانيش في الدار دابا زيت الاخر ما بقاش ما بقيناش كنستعملو على قبل هذا ولد خو كيستعملو بحال بعض المرات كيبغي يوجد لراسو شي حاجه كاين الزيت الاخر ليه اما حنا لينا لا هاهي الكبيده غسلتها مزيان فركتها وصفت عليها الحامض عرفتي واحد المره مسكينه سخفات في لاصال علاش كنقول لكم الواحد ما جاتش على راسو واحد المره مسكينه سخفات عرفتي عينيها تقلبوا
كانت الصونه صونات عليهم بعدا عند الزهر ان صونه دابا هي بحال تقولوا 100% غتكون راه قات راسها راه قات راسها اكثر من الطاقه ديالها وكملاتها بالسخونيه هو دخلت لذاك الصونه عرفتي عينيها تقلبوا كتصوني كي داكشي كيصوني بزاف طلات عرفتي كتبان ليا السيده مكسله مع داك الطلات هما يجيو كيجريو باش كيعجبوك دغيا عندهم داكشي بيت فيه وصار عينها دايرين داك الخيط ديال الامرجنسي الا كانت شي حاجه كتجريه كتغوت وكي واق 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 صافي كيوقفوا عليك عرفتي الواعره هي فارين واحد النهار جرات داك الخيط ما عرفتش واش عاودت لكم ولا لا عرفتي هما يجيو يوقفوا عليا انا دابا دخلتهم الصونه باش واعره عليهم الصونه دخلتهم غير باش ما يضربهمش البرد على بال من خرج صافي ايوا فارين غفلاتني وهي تجر داك جرات هذاك الخير هما جاي واقفين التليفون عرفتي مرض حشمت خاصني نحلينا راه وقفنا هنايا غير باش الدراري يدخلوا ثلاثة جرات الدريه باقا صغيره راه جرات دابا هي كتسحب لها غير خيط ما عرفتش انه ديال سميت عرفتي فارين ولات طفرات خلعات فهمتي كي اري مسكين كي يزرنا ماما يزرنا كي درنا ويا دي والو شوف بعيني وصافي ما درنا حتى شي حاجه لي ما كنش درنا شي حاجه البوليس اش درنا ما بان لي داك التليفونات قال لي البوليس انا حاجه ما بقاش عاقله على فين محطوط ماشي ما بقاش عاقله على مع دابا وليت حم واحد كيدخل الكوزينه كتش راسي كنضبط حالتي نعرفها فين كاين صافي هنا درت مقيسه الحك البنات صافي هنا كبيده درت لاصوص اللي غدا نكبو على الكبده بالمطيشه كتعجبني المطيشه حتى هي كتحيد داك الجهد ديال الكبده كتنقصو عرفتي قلت لكم البنات مع الكوزينه شحال من واحد تيدخل لها شي شحال ديال الماء ما عرفتش مشينا مشى كنبدا نعيط على هادو والاخر فين هي هادي فين هي هادي راسو لانه الا جيت ربيه على الكبده دايره المطيشه ما غاديش يعطي داك البنه ديالو زويونه انه مشحه فين غادي نشحره راسو صافي اختي شحرت هنايا هاد الشامبينيون مزيان 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 كبيده مع الصوص ديال المطيشه وهنا درت شلاضه فيها المطيشه فيها الخيار درت فيها كيوي زدت عليها الخوخ طريفات ديال الخوخ ودبس التفاح البنات عرفتي خذوا هاد الدبس كيكون دبس التفاح دبس ديال الفواكه مخلطه دبس العنب دبس الرمان زويونين هادو بداو ديروهم بحال هكا مع الشلايض اللي تيكونوا حلوين هكا كتكونوا مزيدين لهم هكا شي حاجات بحال هكايا بحال هاد الفواكه حتى تشوفوا عرفتي كيطلع فنين ولا كاع ما تكوني كاع دايره هادشي بحال هكا بعدا تنكون دايره غير مطيشه والخيار ورشويه بحال هكا الرمان وكنزيد عليه داك الدبس عرفتي كيطلع واعر داك الشلاضه كتطلع كتحمق هذا ما يصلح لا يتغسل لا والو لانه دايرين فيه الربيع وداك الشيء نوع على شويه بدلنا درت الخوخ كما شفتوا الكيوي مطيشه الخيار انا غادي نزيد الدبس ديال التفاح دبس التفاح لاصو انا هذا انا بغا عرفتي البنات هاد الدبس التفاح كيصرع القضيه فين دبس الفواكه دبس الرمان البنات تربيت غير شي غير درتها قبل شويه اللي اخر مره كتبع في ليدل سبيناخ وتشيز طيبه مشات شديتو شوفوا انتم البنات كيلو ما نطيبهاش كامله ولكن المشكله هو انه غنطيبها هكا جوج طروفه هاي جا البركه اذا ندير شي كلها حاجه باش تبقى التضيع ما كاينلاش الطرف هادو ندخلها للفران باختيار دابا كيقرد في داك الدلاع واخا طلعت ماشي حتى لهيه قلت ليه عمرك ما تاخذ الدلاع الا ما كانش مكتوب فيه ديال المغرب ديال المغرب اللي تيكون واعر ثانيا الا بغيتي تاخذها خذ داك الطرف تيبيعو النص احسن حاجه وشري وحده تضيع فيها تيتباع غالي وفي الاخر مش تلقيها لارو بحال هذه بحال تقولوا تستغاوره الثمن ديالها بواحد 120 درهم راه بزاف صح هنا صيبت لهم عصير ديال الليمون بالبنان ودرت معاه الكريمه ديال الفانيلا ونقطه السكر ما درتهاش عرفتي كيطلع على مزيناتو
البنات بالنسبه لولد خوه راه باقي معانا. البنات كيسولوني كيقول لي واش مشى ولا لا، باقي معانا في هاد اليومين ثلاث ايام المقبله غادي صافي غادي يمشي، ما بقاش بزاف. الحمد لله. ايوا حنا البنات فرقت الحقوقه لانه الطبله تيكون داكشي بعيد، وخا صراحه ما كانش عليا نفرق. علاش عرفتي؟ تخيلوا معايا طبسيل حسيت بيه جا مقموع، مع كنت ناويه ندير داك الشلايضه نديرها حدا هادشي، اختي مشى دالها قلت لي صافي لا طلعت. يلا جي جلس هنا اري اري سيت داوني كاكا سيت داوني سيت داوني سيت داوني صافي البنات ما كانش عليا نفرق هذا، ولكن صافي فرقناه. اي هابت يلا فارين جلسي جلسي كول. واخ يلا يكول يكول. اي هاب ورمان. واش ديري شويه سلطه عافاك سلطه لحفتك. نو ام جو ام جو واتش ورمان. ايفريبادي ايت لوك. ها انتم البنات هي طابت، حنا راه سالينا الماكله لكن غنشوفوا هادشي كيفاش طلع. يلا تراي بات فيري فيري هاد ار واخا بلاش ارين يلا جيب تراي. واتس لايك اني جود يو لايك ات يا مزيد هذا راه ما كلا والو نسيت وما كياكلش الكبده باري نستر واخا تامي هادي فيها الفرماج كما قلت لكم والسبانخ. ارين ارين هاك يور بارت يلا نفعتني بزاف. واخا انا ما عنديش عندي الدار كلها موكيت، ولكن هنا في الكوزينه في داك المريح في الحمام شي حاجه اللي اكثر من رائعه. غير هي خصني نشري لها هادو هاد الجفافات ديالهم حاجاكم اللي تحت، هادو خصني نشريهم باش نبدل بيهم، حيت بحال تقولوا تكالت شويه يا راه باقا خدامه. كنصبنها كنتحيد كنصبنها، غير هي خاصني شي وحده تكون خصني ناخد شي خمسة ولا ستة نبدل بيهم بحال كتصب لي الاخرين. بديت خفي كل مره تجدي وحده وتصب ليهم توب. غير هي باش نقول لكم البنات داك لا ماشين اللي كنت عقلت عليها خديتها صغيره ديال الصبان تقاشر، الصبيره الثانيه خسرت ليا. شنو دارت ليا فاري؟ انا ما نقدرش نقول لكم راها خايبه 100%، ولكن فاري واش دارت؟ مشات من ملاتها، ماشي من ملاتها يا ربي، قلباتها كانت عامره بالماء، قلباتها بواحد الطريقه اللي دخل الماء دخل لداك البلاصه ديال الخيوطه وخسرات. مابقاش كتبغي كتبقى كدير هكا وما كت ما كتخدمش. فصافي داكشي اللي هادشي اللي قلت لكم راه هو اللي كاين. فالبنات اللي كيسولوني على كيس دقات ليا يعرفين راه ما يمكنش دغيا تخسر، وهي راه خسرات. غسلات ثانيه غسلت بها تقيشرات وخسرات صافي. الله يجعل البركه وفال الاجل ديال هادشي. علاش ديك المره الشوب حطيتها في الجرده صيفطنا مع داك الباكاج اللي خرجنا هذيك المره، يعني ما صدقاتش زوين. هذا هو اللي كاين الكبيدات. ف غناخذ واحد الماركه اخرى كيقولوا عليها زوينه وتقصعه نرد عليكم الخبر. انا خلي وليدي باش نجرب. المهم هذيك راه ما صدقاتش، دابا نضربها بالشفيفه خفيفه ظريفه عاد باش غنوريكم العنايه ضروري واحد فيه مش راسو. بوبي عرفتوا هاد الماركه هذه البنات سلوش بهذا الطعم ديال هاد السلوش هذا اللي كناكلو هذاك اللي كيكون متلج ديال ستروبري، هذا الطعم ديالو في الريحه ديال هذا معطر جوج. شوف البنات صافي تنساليو غنديرو واعر. هذاك تغدى به المغرب اخر مره ولكن ما مابقاش ليا في الثقل مع
ملي اختي كنجلس وكندير جيداتي هنا كنقول جيت معايا منين تكون ساليت روينتي انا ما نقدرش ندير هادو انا ندير داري مرونه تا كنسالي اختي شغالي وكنجلس نتخلى نطيح مع راسي على البركة اختي شوية اللويزة واحد البنت قالت لي تعطيها الصحة في انستغرام قالت لي اختي منين تبداي تغسلي اللويزة غسلي عرش بعرش قالت لي راه كيكون فيه الدود انا قلت راسي كنت نغسلو بحال هكا مجموع دابا اختي نبداو نغسلو واحد بواحد طول النهار قالت لي مرات بابا قالت لي اش كديري ويلي كتشربيها بالنهار قالت لي راه دير لك العيا واش خليك ديري والو تخاي فعلا دابا وليت غير بالليل كنت مره زعما كنقول ناري فيا زعما داك كتحسي براد داسك بحال معصبه شويه وكنت نشربها دابا لا دابا غير الليل صافي تتهدئ لك الاعصاب باش نسالي الملحه ديال الهيمالايا البنات هذه الملحه ديال الهيمالايا زوينه للرجلينات دابا وليت كنطيب بها وتا الملحه الحيه هي مزيانه للرجلين مزيان خيا بسم الله على بركه الله ها المعقول البنات اللي تيبغوا بحال هاد لي ماشي راه موجودين اونلاين هادي ديال غير فلون كاين ديال غير فلون كاين ديال برايتون كاين ديال بزاف ديال لي مارك غير دخلوا كاين ماركات غير عاديه ولكن هذه الصراحه بقات لي مزيانه دايره مع شي 7 سنين وهي عندي طوب اش كدير مارينات فيها حكاكة في رجلين فيها هادي ندير لك رجيلات بدات بوغ انا يا اختي تصحبوا راسكم غير نتوما اللي كتهلاو في راسكم صافي راه شعلت كزيد لك شويه الملح زيد يلا انا على العفريتات انا على الخان زاد قالتي نتا هما كيتنشواو وفالي ناس اش هادشي وفالي ناس زوينات از غود يلا يلا انجوي يلا انا سنة عمري فارين جاية تستمتع ليا مع راس هاكا كفالينات هاكا هادي كفالين وفالينات اش كديرو وفالينين زوينين وفالينين كيستمتعو انتم على الكليسات يا اختي نوضو اختي هيا فارين كتهلا في راسها يا اختي وانتم ما بغيتوش تنوضو ايوا بالصحه والراحه لينا وليكم ولي مناضش يلاه تشجيعات البنات والتحفيز يلا ايوا اختي فالينات خليهم يستمتعوا حتى هما البارح مسكينه شافتها محطوطه وقالت لي ماما ديريها لي قلت لها غدي ان شاء الله نديرها انا وياك اه هنا عطوا سبلاش مامي بليز يلا ديري ماساج ديري ماساج بحال هكا ديري وي 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 واحد ثاني اه برافو برافو فالينات زبال حل دابا راه تدني وما فيها هاك يا بس نساليو الصباح لك صافي دابا نيس انت كيف المدرسة استاذ عزيزه على باري واش حماق على قلت لي ملي كنتقلق منها ولا كدير شي زوم ما كدير ليا بحال هكا واش انا كنا قدام عيني صراحه حنونه باري ها ثاني هادي اه صافي صافي اختي شي خدمه اخرى شي حاجه دوي معايا الله يحفظك ها شوف كنتاكد واش صبرتي مزيان ولا قلت لك هذا فيه تقبه يلا صافي اختي ها
نعم سيدتي سمعاً وطاعة. شنو آخر؟ نايس؟ أني قلت؟ طيب خلي شي يكرم ونمسح، شي يكرم ونمسحهم. هذا تا هو؟ ها هو يا أختي. شنو هو؟ هذاك وآخر شي يدوم. أنا غنمدفهم، قلت لك والو ما تخليش لي داك الشي مشتت. ها هي. أوكي؟ أوكي؟ صافي. يلا خليهم يشوفوا، ديري هكا، عطيهم هكا. ها كاكا فالي. فارين؟ فارين؟ يو فينيش؟ نو؟ وختي عيقتي اصحيبتي عيقتي. قالت لك لا والو ما تخرجينيش. عجبها. اي دونو. قبل ما نقطع الفيديو بغيت نوريكم لابسه انا واحد التريكو لداخل عرفتي مع جاني البرد شتتني واحد التكوريشه ما عرفت مالي. المهم هنايا غادي ندير هذا البنات ولا شكون نديرو بالليل لانه هو نورمال خاصك مره مره ديريه بالليل. انا غلبت قلبت عليه فبغيت نبدا نديرو عاوتاني رجعت كنديرو باش يزيد يتحدد ليا هنايا باش يشد فراسو مزيان. غنشوف البنات عاوتاني رجع تريمي الى هذا الشيء القديم عقلت عليه فاش يلا كنت حيت الغلو صافي على كان. انا الصراحه ما نخرج لودني لا والو الليل كتكوني ناعسه شوف هما دايرين لي هذه بلاصه تخرج شوف البنات بحال هكا هذه بلاصه دايرين لها هنا فين كيدخل الدقن شوف فاش كيتعزل بحال هكا بحال هكا تماما والوديانات تيخرجوا من هنايا انا بلاش من الوديانات ما تنبغيش نخرجهم صافي جبت عليه بلاصه هو راه ما يصلحش ديري بحال هكا وانتي كدوري شي ديرونجي صراحه من الليل لليل كيجمع هذا اللي تيبغيوه البنات كيتباع في اونلاين موجود اونلاين هذا ديال الوجه غتلقاه موجود غير هي ضروري خصك تخرجي كويدي من باش تحدد لك راه شي هنايا بحال الكرش خصك تلبسي لاكين باش كتجمع لك الفورمه حتى هنايا نفس الشيء عرفتي صوتي كي ولا ما تعصر ليا العمر يبقى هذا هو اللي كاين الكبيدات نتمنوا خير ان شاء الله تهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف فارينا ما تخافش تخرج لا تعطيني هذا رازبيري عطيتها رازبيري انتم غسلت لها واحد الكميه غسلت لها واحد الكميه ايوا قالت لي خليني بلاتي شويه بصي لكم كامل الكبيدات نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي مازال تابعني اختي ندير روتين لوجهي نسيت راسي ندير روتين لوجهي ونعس بارين عاد باش غادي نديرها ونشد بلاصتي بصي لكم كامل الكبيدات نشوفكم ان شاء الله بخير وعلى خير السلام عليكم.